ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا يعني اكيد لو شفتوا اي فيديو قبل كده ليا فانتوا عرفتوا انا قلت ايه دلوقتي، عشان انا عارف انا بتكلم بسرعه شويه، بس معلش واحده واحده خلينا مع بعض كده علشان نفهم بعض ان شاء الله. انا هطلع اعترض على كام نقطه واقول لكم عليها يعني، وهقول لكم على حاجه ليها علاقه بالفلوس، علشان يعني برضو ايه الواجهه العامه بتاعت فكره الفلوس دي وبنعبي في شويه وكده برضو تفهموها يعني. مبدئيا انا بتكلم من امريكا نيويورك سيتي، ده لو انت يعني ما سمعتش اي حاجه قبل كده يعني، وهتبقى غلطان لانك لو ما سمعتش اي فيديو قبل كده ليا فانت في حاجات كتير قوي فايتاك ما تعرفهاش اصلا عن السفر يعني. فانت يعني نصيحه مني لاخوك او لاخوكي يعني، حاولوا تشوفوا الفيديوهات وتعرفوا يعني ايه سفر اصلا، علشان هي فعلا حاجه هتغير حاجه في حياتك كلها، مش في السنه دي او في السنين اللي جايه، حياتك عامه يعني. بتكلم في مثلا لو واحد جاي هنا عنده مثلا 20 سنه برضه بيقولوا انه اتاخر، فدي حاجه للاسف صعبه جدا يعني، انك تكون حاسس انك متاخر وانت اصلا لسه ما ابتديتش. او بمعنى اصح يعني انا ان شاء الله هحاول اركز بعد كده في الناس اللي هي ايه اللي المفروض تعرف الموضوع من زمان، اللي المفروض لو انا عرفت الموضوع مثلا من حوالي نفترض مثلا من 7 سنين، ففي لسه واحد عارفه النهارده، فانت فاهم. وانا بالنسبه لي لما جيت برضو شفت قلت يا نهار ابيض، يعني اللي احنا ضيعناه ده كله في حياتنا حرفيا يعني. فيا رب نلحق الناس اللي هتطلع. وركز بقى في الكلمتين اللي هقولهم لك دول قبل ما اوصل وقبل ما ايه ما اعمل ايه يطلع لي ظابط ولا حاجه. مبدئيا كده انا هحط لكم كام حاجه يعني، كل كذا حاجه نقط على حروفها يعني ماشي، عشان تستوعبها وتفهم انا عايز اقول ايه. مبدئيا كده انت لازم تبقى عارف ان البوليس هنا ملوش علاقه بكل حاجه يعني، كل حاجه وليها التخصص بتاعها. بمعنى نفترض دلوقتي ان انت مثلا يعني انت واحد مش معاك ورق وكسر الفيزا حلو، وعملت مشكله في الشارع وهوب حصل خناقه ومش عارف ايه وضرب، هو مش هيجي يسالك انت مش معاك ورق ولا مش معاك ورق عشان يحل لك مشكلتك. ده مبدئيا كده، دي قصة تانية تماما، قصة مختلفة تماما، دي حاجة ليها علاقة بالإميجريشن والهجرة وبوليس الهجرة، وقصة تانية خالص وقضية تانية خالص يعني. فأنت ما تقلقش من أي حاجة إلا لا قدر الله مثلا أنت ممسوك في القضية دي، يعني مثلا أنت ممسوك في قضية مثلا إميجريشن، فأنت بقى تقلق لأن هما هيعرفوا إنك مثلا كسر الفيزا أو هكذا يعني. أنا بتكلم عامة أي حاجة بقى لا قدر الله بتتعامل مع ناس مش كويسه مثلا وفي شغل وضحكوا عليك في فلوسك مثلا، او كل حاجه من هذا القبيل يعني، اي حاجه بقى من هذا المنطق ومن هذا القبيل من حيث التعامل مع الناس. لما اجي بس عشان طلعت يعني بنزينه بحاول اختصر الطريق بتاع الايه بتاع فاهم، بطلع بخش بالبنزينه واطلع من الناحيه الثانيه فاهم، مش عارف مجمعين انا بقول ايه ولا لا، بس انا هفهمك اهو يعني. بس دخلت البنزينه وطلع من ايه بحاول اقطع الطريق كده زي ما انتوا شايفين فاهم، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، بس يعني اديكوا شفته يعني، مش عارف شفته ولا لا بس اهو. ايا كان نرجع تاني. ف انا كنت بقول ايه قبل ما اقطع البتاع دي، نسيت كالعاده. بسم الله الرحمن الرحيم، جايه المعلومه جايه لحظه واحده. لو عندك مشكله مثلا مع حد في الشغل، لو عندك اي حاجه مثلا الراجل اتفق معاك على فلوس معينه وما ادهالكش، طب انا يعني بص انا كلامي يعني انا كنت اقول لك ايه قصدي يعني تسيبه وتمشي وبتاع ما تجيبلوش بوليس وكده. بص انا مش بخليك انك تبقى بتاع مشاكل، اي واحد بتاع مشاكل هنا يا جماعه بيخسر، ما عمره ما بيكسب يعني. انا اعرف واحد مثلا اقسم بالله هو بيخترع في انه يدور على مشكله ويمشي معاها يعني. مثلا اعرف واحد يعني جواب مثلا ما وصلوش، حاجه اتاخرت عليه، امازون بعت حاجه مثلا وحصل فيها مشكله، حرفيا هو بيحط دايما القابليه ان في حد عمل له ده او في حاجه ورا الموضوع ده، لا انا هدور عليه لان هعمل مشكله يعني. انا اعرف واحد برضو اشتغل عند حد يعني، واحد يعني ما كانش لاقي شغل وواحد ساعده جاب له شغل حلو وشغله معاه، فحصل مشكله في الشغل ده وبيقبضه كويس يعني. وحصل مشكله في الشغل ده، الراجل اللي شغال معاه ده ابتدى يبص له فلوسه حرفيا يعني. مثلا انا الشغل بتاعي مثلا يعني بتجمع فلوس، انا بقول لك انا بفهمك مثلا عشان تفهم. انا قلت لك مثلا النهارده انت تشتغل معايا وهديك مثلا $100 في اليوم مثلا يعني،
طبعا انتوا عارفين المرتبات عامله ازاي وانا اتكلمت فيها قبل كده، ولكن انا بقول لك مثلا مثلا ولو حد بيسال مثلا ده كتير ولا ليلى جاكسون عامه، ده مش كويس ومش وحش، حلو يعني في احسن من كده كتير ومفيش اوحش من كده، يعني ده اول الحلو يعني او اول الكويس، فاهم كده يعني اول الكويس. طيب اللهم صل على النبي عليه السلام، كنا بنقول ايه يا لهوي، اصل انا سايق فمركز في السواقه برضه فبيحصل لي ايه تشتيش اسمها ايه تشويش. فالمهم فانت مثلا قبضت، كنت بقول ايه في موضوع القبض ده، يا عليك يا جماعه اللي بيتفرج عليا دلوقتي، لا جاكسون ده انت كفرتنا في عيشتنا، معلش يا جماعه سامحوني انا راجل سايق وبحاول اعمل لكم الفيديو وانا سايق عشان مش مفيش وقت. ربي يا ربي كنت بقول ايه، المهم يعني حاطط عمل ايه الشخص ده بقى مع الفلوس دي، ابتدى وهو بيعد الفلوس ابتدى يبص له في الفلوس، يعني انا اتفقت معاك هديك 100 دولار في اليوم وانت وافقت، خلاص انا اليوم بتاعي مثلا 10 ساعات ب 100 دولار خلاص انا وافقت، طبيعه الشغل بتاعي ايه، انا بعد فلوسك مثلا حرفيا، يعني انا بحاول افهمك يعني، فانت بتعد فلوس الشخص ده في اليوم، ومن كتر اللي عد فلوس تعبت، انا تعبت من كتر اللي عد فلوس في 10 ساعات، بس انا 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 يوميتي 100 دولار حلو وانا موافق عليها، لا انت بقى من كتر عد الفلوس طمعت في الفلوس بتاعه الراجل ده، لدرجه ان مثلا ابتديت تقول ده ما بيدينيش حق، ده ما انا متفق معاك على الفلوس دي وانت اصلا كنتش لاقي شغل يعني، فدي حاجات كلها بتطلع مشاكل. فيوم في يوم حصل مشكله معاه ومع يعني ومع شغيل تاني وهكذا، والراجل مثلا اللي مشغله ده وقف مع الراجل التاني حلو، فالراجل ده بقى ايه اللي هو اللي انا اللي هو اللي اشتغل معاه ده اللي هو جاب له الشغل، ابتدى بقى يقول له ايه، انا هرفع عليك قضيه، انا هعمل عليك مش عارف ايه، انا مش عارف، وهو اصلا ليه فضل عليه ده، انت مشغلك ومديك فلوس وهكذا يعني، لا الشخص ده بقى انا هرفع قضيه عليه، انا انت عارف ان ده مثلا يعني شغال الليجل، ده مش عارف ايه، ده مش عارف ايه، ده مش عارف ايه، ويدوره على مشاكل ويسعى وراها علشان يعمل له مشكله ويعمل مشاكل. فالشخص ده عمره ما بيكسب في حياته، عمره ما بيكسب، اولا هو طول عمره عايش في ستريس، ضغط، قلق، توتر، حاله نفسيه، شك في الناس كلها، عمره ما ربنا هيكرمه عمره في حياته. فلو انت مش الشخص ده اللي بيشك في الناس كلها، اللي حاسس ان الدنيا كلها عليها مؤامره، الناس دي يا جماعه تحاول تعيد تفكيرها وتعرف يعني ايه دينها، عشان غالبا الناس دي بتبقى عند دينها ايا كان ديانتها، هي ايه، مسيحيه، يهوديه، مسلم، اي حاجه بيبقى بعيد عنها، يعني اي ديانه بيبقى بعيد عنها الشخص ده يعني. ف يعني دي كانت نقطه بكملها يعني، فانا بقى كلامي اللي هو يعني ان انت ما تخافش وكده، ده مش معناه انك تبقى الشخص ده، لا انا بتكلم ان انت لا قدر الله مثلا حصل مشكله كبيره في الشغل وانت قلقان، يعني الراجل ده جاب لك البوليس مثلا، او حصل مشكله ما، عملت حادثه مثلا، خليت مع واحد في الشارع، ايا كان بقى من المشاكل اللي ممكن تقابلها، فخلتك ان في بوليس جاي او حطيتك في فكره ان في بوليس جاي وهيتكلم معاك او حاجه، فانت قلقان، لا ما تقلقش. ليه ما تقلقش؟ لان كل حاجه هنا ليها التخصص بتاعها، تمام؟ يعني البوليس مش هيجي يقول لك انت ليه كسر الفيزا، او هيقول لك انت ما عندكش دي، لا لا لا، هو ايه المشكله اللي انا جاي عليها؟ واحد اتنين بس بيمشي فيها هي بس وبيخلص الموضوع انتهى، ده رقم واحد، عشان بس في ناس عماله بتقول كلام ايه مش مفهوم. رقم اتنين يا سيدي، في فيديو مشهور قوي على اليوتيوب، ما شاء الله يعني حوالي في شهر واحد جايب 100,000 فيو، بيتكلم برضه عن السفر وامريكا بالتحديد ونيويورك سيتي يعني. الفيديو ده عنوانه انك مستحيل كده بالظبط، مستحيل تطلع رخصه سواقه، مش عارف، مستحيل تطلع رخصه سواقه في نيويورك سيتي، ده عنوان الفيديو. الناس كلها شكرا جزيلا على المعلومات المفيده اللي انت بتديها لنا. المشكله بقى ان الفيديو ده اصلا يعني انا ما اقدرش، انا مش عارف اقول ايه اصلا. طب اسمع من واحد يا اخي في نيويورك يعني، فاهم يعني، انت فاهم استوعب الجمله، ومثلا في ناس بتساله على حته ثانيه فيقول لهم بصوا ما دام نيويورك سيتي مش هينفع فيها يبقى استحاله الولايات الثانيه. الله، كمان خليت استحاله الولايات الثانيه، يعني انت حتى ما كفكش المشاكل اللي عملتها في المكان ده، كمان بتزود المشاكل في اماكن ثانيه. فسبحان الله يعني، مش عارف اقول لكم ايه، بس انا حاولت على قد ما اقدر
اشرح لكم القصه يعني ماشيه ازاي. دنيا فيها كلام كتير قوي غلط. طيب يا جاكسون انت ليه دايما الفيديو ده متضايق؟ لان انت تقدر تطلع رخصه طبيعي جدا، تطلع رخصه وبقت ليجل اصلا، ليجل في نيويورك سيتي انك تروح تطلع رخصه من دي ام في. ليجل يا جماعه، اي واحد كسر الفيزا في امريكا يقدر يطلع رخصه سواقه موثقه من الدوله وعليها اسمه ورقم ليها ودرايف لايسنس ويشتغل بيها الشغلات المتاحه بيها. حلو كلام واضح. هو عشان ما تجيبليش شغلانه لازم يقول لها سوشيال سيكيورتي نمبر وتقول لها اشتغل بيها دليفري؟ لا، يعني ممكن مثلا يشتغل مثلا الرخصه دي في ان هو يشتغل مع مطعم مثلا، يروح يقدم يقول له اه معاك رخصه سواقه، معايا رخصه سواقه، ويشتغل بيها دليفري في مطعم عادي، كانك بالظبط بتعمل دليفري مثلا للسلطان مثلا يعني. ف يعني استوعبوا الكلام يا جماعه، ما تاخدوش الكلام ايه بالحرف، حاولوا تستوعبوه ماشي. فكلام الاشخاص دي يا جماعه ناس كتير قوي بتتكلم كلام غلط كتير قوي 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 قوي، فربنا يعينكم. علشان انا ما بعرفش اوصل للناس كلها، انا الفيديوهات بتاعتي لما بتعدي ال1000 فيو ببقى عملت انجاز يعني. فالناس برضو اللي عماله تتكلم وتقول انا بعمل لمصلحتي في الجي 1 و... يا جدعان نقول الحقيقه بقى، حرام عليكم، الواحد يعني كفران والله، الدنيا مش حلوه يعني. حاجه عايز اقولها لكم اخيره برضو قبل ما اقفل الفيديو ده، علشان برضو في حد عامل عليها فيديو اتشهر قوي وانا بجمع معلومات عنه يعني. في حد عامل فيديو في حوالي 3 شهور معدي ال 100000 فيو، ربنا يا رب يكرمنا ان شاء الله ونعدي يعمل 2000 فيو في فيديو من فيديوهات السفر دي. ده الواحد بيطلع عين امه. يلا يعني الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. المهم ان هي كلها ايه، هتعد الحسنات ان شاء الله لو ما عادتش في اي حاجه ثانيه يعني ماشي. اللي عامل الفيديو ده بيقول ان في هننسى اللوتري خلاص، مفيش لوتري تاني، مش هنعمل اي لوتري تاني الحمد لله، وربنا كرمنا بفيزا جديده هتطلعنا كلنا وخلاص، انسوا بقى ولا لوتري ولا غيره بقى ولا الكلام ده، خلاص احنا كلنا هنسافر. الفيزا دي يا معلم اسمها ايه وبتعمل ايه؟ يقول لك ان هي فيزا يعني بيسموها اي فيزا، طبعا دي مش الالكترونيك فيزا يعني، هو بيقول ان اسمها الاي، فيها اي 1 واي 2 واي 3، والاي 3 دي مكتوب في، هو جايب يعني صوره في الفيديو بتاعه يعني كانها من الموقع، او انا ما اعرفش كانت من الموقع لا يعني، عشان انا برضو ما بقاش ايه فتاي، حتى لو من الموقع يعني هتاكد لكم اكتر. ولكن انا مبدئيا الكلام ده اول ما سمعته يعني ما ينفعش يكون موجود يعني، ولكن الفيزا بتقول يعني ان دي فيزا عمل يعني هتيجي على عمل زي الجي 1 كده للطلاب، دي بقى هتبقى للناس العامه يعني. فانا ببص فيها وببنتش فيها كلام من اوله كده غلط، ولكن انا بحاول على عمل اللي اقدر عليه في تجميع معلوماتي يعني، عشان لما اطلع اقول لكم الكلام يكون صح، على وعسى يكون غلط كلامي ويكون السفر ده للجميع بقى متاح. فبجمع معلومات وهقول لكم عليها ان شاء الله. بس اعتقد كده الحمد لله خلصنا كلام، وممكن لو عندك اي معلومه عايز تقولها او عايز تعرفها اعتقد انك ممكن تخش تشوف الفيديوهات القديمه، هتلاقي كل الابديت لاي حاجه انت عايز تعرفها يعني، فما تشيلش هم اي حاجه خالص يعني، هتلاقي كل المعلومات اللي عمر ما اي حد هيبقى ماشي كده في الشارع يقولها لك، وفي حاجات عمرك ما هتعرف عنها اي حاجه الا ما تكون في نيويورك سيتي اصلا. لو قلت لك ان نيويورك سيتي ما فيهاش امريكان ما تتخضش، عادي جدا، روس، صينيين، يهود، عرب، اسبانيول، بورتوريكو، هي امريكا كده. يعني فيها كذا طبعا تركية حلوه يعني، ولكن مش تعرفها الا ما تيجي هنا برضه. ولكن خليني اقول لك في العموم في معلومات كتيره يعني، ولو في حاجه عايزه تتقال فهنقولها اكيد. ممكن تسالوا اللي انتوا عايزينه وهفيدكم ان شاء الله. لو في حد عنده سؤال يسأله ويسيبه في الكومنتس وانا هرجع لكم باذن الله قريب يعني. انا بحاول اعمل فيديو في الوقت اللي انا ماشي فيه ده علشان الحق انزل الكلمتين اللي عايز اقولهم لحد ما اقعد اعمل الفيديو ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير، ويا رب تكونوا استعلمتوا معلومه. يلا سلام عليكم.